عرضية منتظرة والكرة تلعب أرضية خطيرة وفرصة تعاونية الآن تصويبه. الهدف الأول ساندرو مانويل يسجل الهدف الأول للتعاون، تصويبة قوية من ساندرو مانويل والهدف الأول للتعاون. يتقدم التعاون بالتعاون، يصل بالتعاون، يصل. يمكن للقوة فقط أن تتعاون، أما الضعف فلا يسعه إلا أن يتوسل. اليوم التعاون بالقوة، بالقوة يصل ويسجل هدف أول. 1-0 لمصلحة التعاون مع تقدم خطير، مع تقدم خطير التعاون. شوف التصويبة، شوف ساندرو مانويل طلب من ربيع أن يترك الكرة وصوب مباشرة وسجل هدف تعاوني